معك مشكل ديال التوقيت وطرحوا المشكل ديال اللي جا التعليم اللي يغيبوا. المدير قال لهم ما يمكنش نجي لكم انتم لحقاش عندكم طريق خايبه. راه من هاد السياره ديالي. نعطيك مثلا الفرعيه ديال الاعزاء اللي خاصها تكون مؤسسه تعليميه مستقله، لانه العدد ديال الناس ديال المواطنين ديال الساكنه كيتجاوز 2000 ومازال تابعين الفرعيه ديال الشارع. المدير ما كينتقلش نهائيا باش يراقب الغياب والحضور ديال لجنه التعليم. علاش؟ كيقول نفس المشكل، راه عندكم لا بيست والوزاره ما عطيتش السياره. إذن غياب كنعطيك من هذا الحالات كنعرفها شخصيا. ملي قلت لك بنو يعقوب للاساتذه اللي تما اتفقوا بيناتهم انه واحد كيلوم على الطريق، واحد جوج كيتريو، واحد كيقرب بلاصه اخرى. الواقع واش داروا؟ بدات المجلس التدبير استغلوا السذاجه ديال المواطنين، داروا التوقيت الزمني خاص ليهم كيقرروا غير نهار الصباح من 8 ل 12، يعني من 12 حتى 6 الدري راه كيمشي يلعب في الزنقه. ولكن فين كاين المشكل؟ الاثنين في الصباح داروا خاوي، لحقاش الاستاذ كيمشي نهار الجمعه وما كاينش حتى الاثنين الصباح. ثلاثة أربعة خميس الجمعة كيقربوا الصباح والعشية غدوا، ولكن الاثنين راه عاوز تعمل الزمن هاد وكل اللي كيطيبوا ما كيجوش داروا داروا كيقربوا العشية. إذن كما قال السي عبد اللطيف، حنا كنا كنتمناو أنه نشوفوا المشاكل ونشوفوا الحلول ديالها على مستوى الدعم، على مستوى المساعدة المجلس التعليمي. ولكن المعاناة المعتمدة كيتسدوا حتى الناس على المعاناة المعتمدة في التوزيع ديك المحافظ المدرسية. كاين جماعات كتعتبر فيها الهشاشة، كاين جماعات مكتعتبرش فيها الهشاشة، والوضعية ديالهم كيف متساوية.